عظيمة يا مصر، وعظمة مصر مش وليدة النهاردة، وإنما عظمة مصر منذ القدم أقدم دولة في التاريخ. وهذه العظمة لن نضيع الوقت في الغناء وفي استدعاء التاريخ، وإنما ما يجري الآن هو إعادة لعظمة مصر مرة أخرى، إعادة لدور مصر ومكانة مصر. وخلال أسبوع كامل مضى في رحاب منتدى الشباب الدولي، كانت عظمة مصر متبدية وجالية ومتألقة ومتأنقة كذلك. خلال أسبوع مضى كانت مصر بتنسج خيوط الأمل من بين ثنايا اليأس والإحباط. تبدد تماماً هذا الإحباط الذي كان بادياً على ذهن أو أذهان البعض، وتحول المشهد إلى حالة من الأمل والتفاؤل والفخر والاعتزاز. الفخر بوطن بينتفض، والاعتزاز بمجهود بيبذل، والنظر إلى المستقبل وإحنا واقفين على أقدام وعلى أرض صلبة. إحنا في وسط كل ما يجري في الشرق وفي الغرب، في الأطراف البعيدة والأطراف القريبة، مصر هي الدولة الوحيدة ربما في العالم التي تقف وسط هذه الأعاصير والأنواء، وبتقف وقفة ربما التاريخ سوف يذكرها. كيف استطاعت هذه الدولة، وكيف استطاع هذا الشعب، وكيف استطاع هذا الوطن أن يقف ويبدد هذا الإحباط في لحظة حالكة من لحظات التاريخ؟ لكن ربما كان الأسبوع، وكما تبعتم جميعا عبر كل وسائل الإعلام، وكما نقلنا لكم ما تيسر من هذا المحفل الشبابي العالمي، انتقلت مصر من مرحلة محاولة إيصال صوتها للآخرين إلى أن مصر بتتحاور مع الآخرين على أرض مصر، وبتستمع إلى آراء الآخرين، ليس في مشاكل مصرية وإنما في مشاكل ذات صبغة إقليمية ودولية. مصر استمعت ومصر قالت ومصر نجحت، وأنا لنا أن نفتخر بما تحقق ونكمل المسيرة. المسيرة ما زالت طويلة وما زالت صعبة، تحتاج إلى كل جهد مخلص ودؤوب، لكن عواجيز الفرح علينا ألا نستمع إليهم. وهؤلاء الذين يندبون ليل نهار لا يجب أن يظهروا في المشهد، وهؤلاء الذين لا هم لهم إلا محاولة إظهار مصر في مظهر سيء، علينا بهم وبفتحهم وفتح أفعالهم وأقوالهم. الفترة القادمة فترة صعبة للغاية، الفترة القادمة فترة بتحتاج إلى جهد حقيقي، لكن هذه الدفعة المعنوية وهذه الطاقة الإيجابية التي جئنا بها، علينا أن نصل بيننا وبين المشاهد، وحتى بيننا وبين القارئ، إلى حقيقة ما أمام الشباب ومع الشباب، وحتى بعيدا عن الشباب مع بعض النخب من هنا أو هناك. تحدث بما يليق برئيس مصر أن يتحدث، وتحدث في مساء صارم للغاية. الرئيس اتكلم في جملة مفيدة، أنا عايز الشباب والناس اللي بتتفرج والناس اللي بتسمع وبتتابع في السوشيال ميديا يسمعوا من فضلهم، يراجعوا من فضلهم هذا القول، لأنه بيختصر مسافات كثيرة وبيلخص الكثير من حقيقة الوضع الموجود في مصر منذ 7 سنوات. تعالوا نشوف الرئيس. دي معادلة كانت موضوعة ومحكمة لمصر، لو في ثبات على الوضع ومحاولة استقرار حتى درجة العفن، الشعب هيثور وهيهد البلد، ولو اتحرك في إجراء إصلاحات الشعب مش هيتحمل فهيتحرك فهيهد البلد. دي المعادلة كانت موجودة، وكأنه كان مرسوم لمصر طريقين، لو مشي في طريق الإصلاح نهايته هد، ولو بيراهن على عدم صبر المصريين، ولو مشي في طريق الاستقرار الظاهري الفاسد هي الشعب لن يتحمل وسوف تنهار البلد. ده اللي كان مخطط لمصر، ان هي تنهار في كل الاحوال. لكن ان مصر بتكسر هذه المعادله وبتهدم هذه الخطه وبتسير بطريق ثالث
كان لدينا طريقان فقط نسير في أحدهما، والهدم والمشاكل والكوارث محتومة قولا واحدا. لكن الإرادة والصدق اللي كان موجود في إدارة الدولة المصرية في هذه المرحلة الصعبة خلق وأنشأ طريق ثالث. هذا الطريق هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه دون أي محاولة لهدم الدولة، لأنه راهن على عظمة هذا الشعب وصبر هذا الشعب وإخلاص القائمين على الأمر الآن. فقط أقول والله على ما أقول شهيد، ثقوا ثقة بلا حدود في هذا الرئيس، وأحسنوا الظن في كل الإجراءات التي تتخذ حتى لو كانت في ظاهرها ربما تكون مؤلمة، لكنها من أجل بناء واستقرار وانتظام وبقاء الدولة المصرية. نحن نراهن على المستقبل. الرئيس في أحد الجلسات التي لم يتم إذاعتها كان بيتحدث حديث من القلب لمجموعة من الإعلاميين، وأخطر ما قاله الرئيس أو أهم ما قاله الرئيس في تقديري. كان الرئيس بيتحدث عن مشكلة سد النهضة والموقف مع إثيوبيا، وقال باختصار، يعني أنا مش هقول كل اللي اتقال لكن الخلاصة، قال الرئيس مسألة المية مش مسألة تنمية. الناس اللي مفكرة المية وإحنا عندنا عجز مائي وإحنا عندنا مشكلة في الزراعة وعندنا كل دي تفاصيل الرئيس لم يتطرق إليها. قال إنه مشكلة مياه النيل ليست مشكلة تنمية، وإنما هي مشكلة أمن قومي مصري 100%. وقال الرئيس لن أيضا في هذه الجلسة التي لم تذاع وتحدث، قال على العلاقات مع روسيا وعودة السياحة الروسية ومحطة الضبعة، باختصار لا ارتباط بين عودة السياحة الروسية وبين توقيع عقد محطة الضبعة، ومن الآخر محطة الضبعة كعقد تم الانتهاء منه وما تبقى هو إجراءات بروتوكولية كما أفاد السيد الرئيس. وقال الرئيس بشكل واضح لم ولن ألح على الروس وقيمة الدولار، وهذا من نتاج العمليات الإصلاحية في القطاع المصرفي والمالي والنقدي الذي تمت في 4 نوفمبر 2016، والنهاردة مر عام وبنحصد بعض المؤشرات المالية الإيجابية التي سوف تنعكس لاحقا على المواطن البسيط. الرئيس تحدث، ده كلام الرئيس لينا في هذا الإطار، لكن بقول إنه للناس احنا لسنا في انتظار يا سيادة الرئيس كشف حساب، فالصورة واضحة والحق واضح، وما تم ايضا على ارض مصر واضح، كفانا. ورغم هذا ربما لا يعجب البعض، كفانا اننا هنا نتحدث ونلتقي ونتحاور ونتناقش ونتفق ونختلف، كفانا ان هناك مؤتمرا قد عقد وكان فيه 3200 مشارك من أكثر من 100 دولة ولا 120 دولة، مش مهم العدد، لكن الخلاف والاختلاف والهجوم على مصر هو المؤتمر نجح ولا ما نجحش، هو المؤتمر مهم ولا مش مهم. وبفكركم وبفكر نفسي، احنا من كام سنة، من 3-4-5 سنين كنا بنتكلم، ولا 7 سنين بنتكلم في ايه؟ مصر هتنهار، مصر هتتقسم، مصر هتبقى زي سوريا زي العراق زي ليبيا، مصر وهتبقى في لاجئين، وكنا بنتكلم على الإخوان وبنتكلم على الإرهاب وبنتكلم على الدولار اللي النهاردة هيوصل 15، بنتكلم على إنه هيوصل 150. أنا بس بفكر الناس حتى لا ننسى، وكي لا ننسى إنه ما جرى الآن مش عايزين إنه المشهد الراهن ينسيني أنا كنت فين. الأمانة والحق والعدل بيحتم عليا إن أنا أفتكر كنت فين وبقيت فين. الأمن اللي حاصل، الأمان اللي حاصل، العمليات الإرهابية اللي كانت موجودة قبل كده، إحنا كنا فين وبقينا فين. أنا فاكر التفاصيل، كنا بنصحى من النوم نشوف الأحداث ونلاقي مصر في ثلاجة، بنلاقي مصر في محرقة، بنلاقي مصر خلاص العالم الغربي بيتحكم ويتدخل وبيقول وبيدير، لكن دلوقتي مصر دولة مستقلة
مصر دولة رأيها وقرارها من رأسها، مصر دولة الآن بينظر إليها وعليها على أنها دولة مفصلية في الإقليم، شاء من شاء وأبى من أبى، ليس ذلك فحسب، وإنما كانت مصر دولة صانعة للمعادلة السياسية. افتكروا جميعا، افتكروا كويس قوي إيه اللي كان بيحصل من 7 سنين، افتكروا كويس قوي. فاكرين كل يوم الصبح كنا بنصحى على تفجير خط الغاز الموجود في سيناء؟ هو 30 مرة ولا 40 مرة بينفجر ويتم تفجير خط الغاز؟ هو إيه اللي كان بيحصل في مصر؟ وإيه اللي حصل في مصر؟ وصلنا لغاية فين دلوقتي؟ إحنا إذا كنا في حالة من الجدل بتثار حول سياسات وحول إنجازات، لا مشروع قناة السويس حلو، لا ده وحش، لا الطرق أهم، لا العاصمة الجديدة أهم، لا مين أولويات، بنتكلم في هذا الإطار. في دول تانية بتتكلم على بقاء الدولة، في دول تانية بتتكلم على إنه الحتة دي آمنة والحتة دي فيها حكم ذاتي والحتة دي فيها كونفدرالية. الحاصل إن أنا مربع الخلاف والجدل عندي في بناء، المربع اللي بتكلم فيه في حالة جدلية بيتكلم على انطلاق للأمام، سياسات بنختلف فيها، لكن الآخرين بيتكلموا على أشياء أخرى ليس موجودة على الأرض المصرية. الصحافة العالمية تحدثت واهتمت على عكس ما يشاع بالمؤتمر، مؤتمر الدولي للشباب، وصحيفة الاي بي سي الأمريكية اي بي سي نيوز قالت من منتدى الشباب السيسي بيحذر من عودة الإرهابيين. ده مين؟ ده اي بي سي الأمريكية، أهم منصة إعلامية إخبارية في أمريكا. اي بي سي بتقول من منتدى الشباب في شرم الشيخ السيسي بيحذر من عودة الإرهابيين. من بريطانيا صحيفة، من إيطاليا صحيفة ريبوبليكا الإيطالية بتقول من منتدى الشباب السيسي يتعهد بالكشف عن حقيقة وفاة ريجيني. دي اهتمامات الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية بتهتم بمؤتمر الشباب، وأقول لكم الصحف الكبيرة ما تمتش ليه دلوقتي. من بريطانيا التايمز، صحيفة التايمز البريطانية أو مجلة التايمز البريطانية بتقول السيسي يحذر من منتدى الشباب الدولي داعش يعيد تجميع نفسه. ده الصحافة الدولية بتتكلم على المنتدى. من بنما صحيفة استريلا شباب العالم بيجتمع في مصر، موقع بنما كوم شباب بنما يشارك في مؤتمر الشباب. في ليتوانيا صحيفة مارفي بوست السيسي يكرم شباب ليتوانيا في مؤتمر الشباب. وكالة الصين شنخوا منتدى شباب العالم يركز على الحوار. في أذربيجان صحيفة أتسير تاج مصر تستضيف منتدى الشباب العالمي. وأخيرا موقع ساوث أفريكا توداي منتدى الشباب يسلط الضوء على مكافحة الإرهاب والتنمية والسلام. يعني دي بعض المقتطفات السريعة من الصحافة والمواقع ووسائل الإعلام الأجنبية بتتحدث عن المؤتمر. أنا ما باخدش بالمناسبة صك نجاح من وسائل الإعلام الدولية، وما باخدش ختم النسر لأن نجحت من هؤلاء. نحن أدرى بما يجري، ونحن من نحكم على أعمال أيدينا اللي بنقوم بها. لكن الصحف الكبيرة اللي أنا بتكلم عليها واشنطن بوست ونيويورك تايمز والجارديان ليه ما اتكلمتش على المؤتمر؟ وهذه الصحف أصيبت بحالة خرس، خرست هذه الصحف لأنه لقت أن النجاح الباهر لهذا المنتدى بيجعلها عكس ما كانت تروج له في البداية. أنا قبل انعقاد المؤتمر كان في حزمة من الإجراءات الاستباقية لإهالة التراب على المؤتمر، لإشاعة حالة من حالات الضبابية حول المؤتمر، ولتشويه المؤتمر بدأتها صحف نيويورك تايمز واشنطن بوست وآخرين. تعالوا نشوف أول محاولة لتشويه المؤتمر، كان البيان الخماسي من الدول الخمسة إنجلترا وإيطاليا وفكروني وكندا وألمانيا وبلجيكا أعتقد، وهم اعترضوا على ان في محامي اسمه ابراهيم متولي حجازي الدول الخمسه، وقالوا انه المفروض كندا والمانيا وبريطانيا وهولندا وايطاليا، مش بلجيكا، هولندا مش بلجيكا. مواطن محامي اسمه ابراهيم متولي قال لك ده محبوس قسريا والمفروض تسيبوه. انا بسال، بقول هي الاعراف الدبلوماسيه والدول المستقله بتتلقى تعليماتها من سفارات؟ عيب ما يصحش.
وكانوا واخدين صفعة من الخارجية المصرية وقالت لهم من فضلك كل واحد يحترم نفسه، ومصر دولة مستقلة لن تقبل ان في دولة تتدخل في شؤونها الداخلية. ده كان بداية لمحاولة انهاك المؤتمر والقائمين عليه. لكن ادي واحدة. اتنين، الممثلة الامريكية هيلين هانت و 104 ناشط، 104 أرزقي، 104 واحد من مرتزقة الوسائل الناشطين الحقوقيين بدأوا يهاجموا المشاركين الأجانب في المؤتمر، وهيلين هانت دي كانت أكتر واحدة خدت هجوم، نوع من الابتزاز. أنتوا رايحين مصر للسيسي في المؤتمر الشباب عشان تدعموه؟ هيلين هانت قالت لهم باختصار، أنا رايحة لحوار بيقام في مصر، مش رايحة لدعاية انتخابية. وادي كانت تاني محاولة. تالت محاولة طبعا كان خالد علي واعلان ترشحه يوم الاثنين في منتصف المؤتمر او بعد يوم من انعقاد المؤتمر، قبل يومين من الحكم عليه لإشاعة حالة من حالات برضو الجدل والضبابية الشديدة. لكن اعتقد انه يعني خلينا مش عايز اتكلم كتير على خالد علي، لكن كان جزء من هذه المنظومة اللي بتحاول ان تطفي على الجو في مصر حالة من الحالات الضبابية. لكن تعالوا، ادي محاولات قبل واثناء المؤتمر، لكن ما جرى في المؤتمر من حوارات ونقاشات واختلافات. يعني انا ادعي وازعم انني كنت في هذا المؤتمر ما بين اروقة المؤتمر هنا وهناك، متابع جيد لكل ما يجري، واكاد ايضا ازعم او اعطي لنفسي الحق في الحكم على ما رأيت عيني وليس على ما سمعت، انه من الاجانب الموجودين ومن المشاركين غير المصريين الجميع كان بيتحدث حتى بعيدا عن وسائل الاعلام الحديث الذي اسلك صدري واسعدني وجعلني اشعر بالفخر لانني مصري. الحادثة الشهيرة لنهى عبد الكريم اللي تركت المنصة وعملت مسرحية هزلية وحالة عبثية، أنا كان وهي بتتكلم في القاعة بعد دقائق من هذه الوصلة هسمعها لكم دلوقتي نتابعها مع بعض، كنت شايفها قدامي يعني رفضت تماما الحديث معها، وهي فقط كانت تريد أن تفسد المشهد على المنصة وهذا الانسحاب المسرحي وهذه التمتمة بكلمات باللغة الإنجليزية الرائعة، وتقول أنا واحدة أمريكية سبت بلدي وجاية علشان أساعدكم وجاية عشان أخدم بلدكم وجاية عشان أساعد بلدكم وجاية عشان أقدم لكم نصيحة. أنا قلت أنا قدام هيلاري كلينتون، أنا معرفش إن هي مصرية ومعرفش إن هي اسمها نهى عبد الكريم، أنا شايف واحدة في حالة غضب شديد لكن الغضب يبدو مسرحيا هكذا يعني منذ البداية. طب تعالوا الأول نشوفها الأول وبعدين أعلق على اللي عندي. وإنك الكلام اللي قالته بتكلم بلغة إنجليزية طبعا أمريكية لغة الشارع الأمريكي، وخرجت وطلعت بره في الرادهات قدام القاعة وقعدت تصرخ بشكل مش طبيعي هستيري، كل وسائل الإعلام اتلموا حواليها وهي بتكلم أنا سايبة أمريكا وجاية لكم بعلمكم، والمذيعة مش عارفة تدير القعدة وقطعتني مرتين، أنتوا متخلفين وإحنا بنعلمكم. أنا قلت بجد، كنت متخيل دي بنت ترامب مثلا، طلعت من حيز عربالة في اسكندرية وطلعت في الآخر مع كامل احترامي طبعا للحي، لكن إنه اللي بينسى أصله بيبقى بهذا الشكل. تعالوا بقى نشوف مين نهى عبد الكريم. أكيد الناس شافت طبعا، وإحنا ما شاء الله عندنا يعني ناس تقدر تجيب تعرف القرد مخبي ابنه فين. باختصار عشان ما أطولش في الكلام اتحكى قبل كده كتير، دي كان لها دور محدد، دور نهى عبد الكريم المحدد من بعض الجهات السيادية في الولايات المتحدة الأمريكية، حاجة واحدة بس، لها مهمة واحدة بس، مهمتها إقناع والتأثير على محمد البردعي إن هو يتقدم باستقالته من منصبه كنائب رئيس الوزراء في أعقاب فض اعتصام 4. هو ده الدور اللي كان مطلوب. نهى عبد الكريم مصرية وراحت وذاكرت وقعدت في أمريكا وعملت إيه هنعرف، دي كانت واحدة محجبة هنشوفها دلوقتي.
كده واحده محجبه وواحده موجوده في مصر، بصرف النظر عن الحجاب او ضد الحجاب، انا ماليش دعوه بالقصه دي، بس انا بقول حاله قدامي مين هي علشان عملت ايه. يعني ده السلوك بتاعها، فبنرجع نشوف السلوك ده جاي منين؟ جاي من دافع علمي؟ ربما. جاي من دافع يعني العدل ان هي شايفه ان هي مظلومه؟ ربما. جاي من دافع عقيدي؟ ربما. لكن احنا لقينا ده دور بيؤدى. دور بيؤدى. دليل اللي احنا هنقوله دلوقتي، هي كان دورها في بعد اعتصام رابعه، الجماعه الامريكان قالوا لها انت دورك تقعدي مع هذا الرجل اللي هي بتحبه جدا، وهنشوف دلوقتي محمد البلدعي، تقنعيه ان هو يستقيل لاحراج الدوله المصريه، لاحراج المجلس العسكري في مصر. دي صوره، دي صور نهى عبد الكريم وهي زي ما احنا شايفين قبل وبعد، وهي بالحجاب وهي من غير حجاب. دي تخيلوا بقى اللي كان بيتكلم دلوقتي بالانجليزي وكلنا اتخضينا وقلنا مين دي؟ هي دي، عشان تعرفوا كيف يتم تربيه واعداد وترتيب هؤلاء عشان يبقوا في الاخر في خاخ ضد الدوله المصريه. دي واحده بتتكلم، اقسم بالله مش ببالغ، انا سامعها بتتكلم في ردهات المؤتمر بعد ما طلعت، قلت لا مش ممكن، يعني ايه اللي بتقوله؟ وانا يعني خلاص قلت دي امريكيه وهي بتتكلم، انا جاي اعلمكم، انا جاي اخدمكم، انا جاي افيد بلدكم. ايه بلدي؟ بتقول سايبه بلدي وسايبه شغلي وجاي اعلمكم، والاقي في الاخر دي شغاله خليه. واي حد بقى دلوقتي يقول لك ايه هو انتوا اي حد بقى هتقولوا عليه خليه ومش اهو، ادي بالصوت وادي بالصوره وادي وهي لابسه حجاب وملا. طب بقى شوفوا علاقتها بالبلدعي بتقول له ايه. البلدعي زي ما قلت اقنعت البلدعي، البلدعي كان عامل تويته من تويتاته، لن يعود لمصر توازنها الا بحل سياسي يبدا بالشفافيه والمصداقيه وبحكومه انقاذ وطني من اجل استعاده الامن وتعافي الاقتصاد وبدستور لكل المصريين. ده البلدعي كتب هذا الكلام في اعقاب رابعه بالظبط. ردت عليه قالت له ايه؟ هي بقى نهى عبد الكريم دي. قالت له يعني في الجروب بتاع بلدعي جيرل، بتقول له عارف انا بحبك قد ايه؟ عارف بحبك ليه؟ عشان نظيف واضح مستقيم صاحب ضمير وفوق كل ده انسان، تمارس الدين باعمالك ولا تتاجر به حضن كبير. يعني الخلاصه ان الست اللي قدامكم دي تاني فتاه مصريه كانت محجبه وكانت، مش عايز اتكلم في حاجات شخصيه، يعني انا قلت مش هتكلم في حاجات شخصيه على الاطلاق حفاظا على يعني سمعه الناس. لكن هي قالت للبلدعي الكلام اللي قلت لكم في التويتر اللي انتم شفتوها قدامكم. وبعدين قالت في المنتدى، هكتب انطباعي عن المنتدى في الاخر، لكن ملاحظه في الندوات اللي بيحضرها السيسي، الطبال دايما موجود، دي مشكله شعب واصبحت حاجه تقرف على فكره وشكلها وحش عالميا. طب انت جايه ليه؟ يعني انت جايه تحضري ليه؟ ودي جايه يعني انا اهو الكلام اللي قدامي والتاخر اللي قدامي، هي نجحت تماما دورها في دفع محمد البلدعي لاستقالته بعد اعتصام رابعه، ونجحت في هذا واعتمدوا عليها لقوها مؤثره على رجال بينتموا للسياسه. البنت تاني مؤثره بشكل او باخر، ادواتها ايه معرفش، لكنها نجحت نهى عبد الكريم في اقناع محمد البلدعي في الاستقاله ظنا من اللي مأجرينهم احراج الدوله المصريه. يبقى نهى عبد الكريم اول تاسك، اول مهمه اقناع البلدعي ان هو يستقيل، واستقال. تاني حاجه بعد حادثه الواحات انتقدت وزاره الداخليه المصريه بشكل، يعني دي واحده ناشطه، هل في واحدة مصرية ناشطة مهتمة بشأن مصر تتحدث في منتدى دولي بهذا الشكل، بهذه الوقاحة، بهذا الأمر؟ أنا مش عايز أقول والله، أنا غصب عني أنا مش لاقي مصطلح تاني يناسب ما رأيت بعيني وما قرأت الآن وما تابعت من هنا وهناك، إلا إن دي واحدة بين قوسين، معلش أنا آسف، دي نصابة، دي واحدة نصابة سياسة، دي واحدة بيتم دفعها في اتجاه معين لتحقيق هدف معين لحساب ناس معينين. واي امبارح كانت جايه معانا في الطياره بالمناسبه من شرم الشيخ، وطبعا عماله تلف من دايره لدايره، عماله تحكي بتركز في ايه؟ بتركز في ايه؟ بتركز في المذيعه وحشه، المذيعه مش عادله، المذيعه مش عارفه تدير. يا ستي ماشي معاكي،
المذيعة فيها اللي فيها. محدش قرب وهي ما بتتكلمش على هي مين وهي جاية منين وعلاقتها ايه بالبرادعي وعلاقتها ايه بالإخوان وعلاقتها ايه بآيات عرابي والجمعية اللي عاملاها. في جمعية عاملاها تاني، هي بتدير جمعية في أحد المدن الأمريكية، ده نقطة مهمة جدا، كويس إن افتكرت. زارها رجب طيب أردوغان من أسبوع فات، أسبوع فات قبل انطلاق المنتدى كان رجب طيب أردوغان زار إيه هذه الجمعية، والجمعية دي كانت هي اللي بتديرها وهي صاحبتها وهي شغلتها فيها بتعمل بوستات معينة كلجان إلكترونية لتوصيل رسائل معينة، ودي أداة في إيد المخابرات الأمريكية قولا واحدا، أداة في إيد المخابرات التركية قولا واحدا، وقالت إن هي جاية مصر عشان تساعد مصر. لا، إحنا متشكرين ليكي ولأمثالك، وأعتقد إن عيب تاني، عيب إنه إحنا نستضيفها عندنا فيه. أنا أعترف قدام المشاهد الكريم، وربما مش عارف ده عيب فيا ولا مش عيب، يضيق صدري من رؤية هؤلاء، أصبح يضيق صدري من الحوار مع هؤلاء، لأنه ده مش حوار. أنا أي حد مختلف معايا يتفضل يتحاور ونتناقش لو في أسس للحوار، لكن واحد مدفوع جاي بيأدي مهمة، جاي بيأدي غرض، أنا شايف إنه زمايلي اللي جابوها يعني لعن الله السبق، ولعن أنا يعني تماما إحنا كانت متاحة أمامي أنا وزميلي عمرو عبد الحميد إن إحنا نجيبها في التغطيات هناك، ورفضنا تماما، لأنه أعتقد إنه المتاجرة بموقف معمول مسبقا ومعد مسبقا وسابق التجهيز لا يليق، لا يليق ولا يليق بالإعلام. وأنا بقول اللي جابها عن جهل جابها وعن عدم علم جابها، لكن أعتقد إنه على الباقي إنه ينتبه، وأدي معلومات ورجعوا شوفوا مين نهى عبد الكريم وأمثالها كتير. لكن ده بيرجعني وجود نهى في المؤتمر، يعني برضو مش كل الأمور شر، اللي عملته نهى والفضائح اللي عملتها نهى ربما بتكون برضو أخذ منها بريقة أمل في حاجة، إنه واحد زي عصام حجي لما بيتكلم مع ليليان داوود في محطة العربي اللي بيملكها عزم بشارة ويقول لها على فكرة يا ليليان اللي الشباب اللي موجودين في المؤتمر متنقيين على الفرازة عن طريق شركة علاقات عامة جايبة الناس تسقف للسيسي. طب ما هو نهى عبد الكريم يا متخلف، واحدة جاية عايزة تبوظ المؤتمر، لو احنا جايبين شركات علاقات عامة تجيب لنا شباب من بره يحضر ما كناش جبنا نهى عبد الكريم. ادي بس الكلام، ان الله يدافع عن الذين امنوا. تعال نسمع صاحبنا بتاع ناسا بيقول ايه. احب اكد لحضرتك ان كل ما يتم في هذا، انا اتمنى ان هذا المؤتمر كان بيجمع الشباب فعلا، بدون ما ادخل في تفاصيل مين اللي موجود في المؤتمر وكيف يرتب هذا المؤتمر، في شركات متخصصه في انها تجيب جماهير زي ما حضرتك تطلبي، عايزه جماهير شابه موجود، عايزه جماهير مثقفه موجود، وتعمل هذه المؤتمرات وترتبها بحيث الصوره تطلع كده. دي لو كان هذا المؤتمر نوايا نزيهه فعلا في مخبط الشباب كان عقد على الاقل في القاهره، كان عقد على الاقل في جامعه من الجامعات المصريه، ولكنه عقد في معزل تام في منتجع سياحي، واللي يؤكد ان مصر في عيون قادتها وفي عيون الغرب ليست اكثر من منتجع شرم الشيخ، واللي احنا نغض البصر ان في شعب عنده ازمات تعليم وصحه ومشاكل في العداله وتقرير المصير، وان احنا تعالى تفسح في المنتجع السياحي في شرم الشيخ، ومصر هي كل الحاجات دي. طبعا احنا نرجع مره اخرى لدوله الصوره وليس دوله الحقيقه. عصام حجي، ليان داوود، عزم بشاره، ثلاثي اضواء الشيطان بيتحدثوا عن مصر، وعصام حجي بيتحدث بجهل وبيتحدث بغرور وبيتحدث برعونه، سامح الله من قدمه للاعلام. سامح الله، انا عارف طبعا مين، بس انا مش هقول سامح، لا سامح الله من تقدم بهذا الشيء الى الاعلام المصري. بيتحدث ليليان داوود عند عزم بشاره، عزم بشاره اللي هو اسرائيلي، القناه بتاعت العربي قناه بيملكها عزم بشاره الاسرائيلي الجنسيه والهوى والهويه، وطبعا جبنا لكم قبل كده وبيقسم اليمين بولائه لدوله اسرائيل، شغاله عنده ليليان داوود اللي صدعتنا بالعروبه والوطنيه.
صدعتنا والناس النشطين والحقوقيين والحق والدولة مشيتها. الدولة المصرية بتنظف نفسها، الدولة المصرية بتتطهر من هؤلاء الرعاة للأفكار الصهيونية. ليليان داوود كانت خلية صهيونية، ودليلي إن هي شغالة عند عزمي بشارة، اللي هو مين عزمي بشارة؟ اللي هو إسرائيلي عضو في الكنيسة الإسرائيلي بيحلف اليمين لولائه لدولة إسرائيل. عصام حج راح بيتكلم بينظر وبيتكلمه، هو احنا مالناش تمن ولا ايه؟ هي الدولة دي هفية ولا ايه؟ هو احنا ما فيش عندنا أصوات وعندنا ألسنة بتدافع ولا ايه؟ لا والله، لا، ده احنا دولة قوية، وكمان عندنا إعلام قوي، وعندنا إعلام بيوجع، وعندنا إعلام عنده كرابيج نقدر نقول ونقدر نفضح. لكن انا مشكلتنا الوحيدة، انا مشكلتي الشخصية الوحيدة، ما بخشش في حاجات شخصية عشان افضح هؤلاء. لكن نهى عبد الكريم خلية بتاعت البرادعي بيفضحها وبيفضح كلامه البردعاوي الصغير اللي هو عصام حجي. ما هو من رحم البرادعي كبير، ادي بردعة وادي كذا، مش عايز اتكلم. لكن كل الاسماء اللي انا بتداولها وبأهاجمها، وانا لا اطيق ان اتحدث معه، لا أطيق أن أتحاور مع هؤلاء، لأنه أي واحد مختلف معايا بحترمه وأسمع رأيه حتى ممكن أموت، الرأي والرأي الآخر. لكن هذا ليس رأي آخر، وإنما هذه خيانة أخرى، هذه ليست آراء أخرى، وإنما هذه خيانات أخرى. هذا هو الحق، وهذه الحقيقة على الأقل فيما أراه وما أتابعه عن قرب، وليس كل ما يعرف يقال. في نفس الإطار، قناة عزمي بشارة، قناة عزمي بشارة اللي مش عارف يعرف، احنا بنقول قناة العربي، يا ريت يا ابراهيم، يا ريت يا فادي تجيبوا لي اللوجو بتاع القناة عشان الناس تعرف. احنا مش عايزين نتهم الناس، بنفهم الناس، نعرف الناس. هات لي اللوجو بتاع قناة العربي بتاعت عزمي بشارة وحطها لنا عشان الناس تعرف. عزمي بشارة تاني، انا بذكر الناس وبذكر نفسي، عزمي بشارة اسرائيلي مع جنسية إسرائيلية، عضو في الكنيسة الإسرائيلية، حلف اليمين وبيقول أقسم يعني إن هو ولاؤه لدولة إسرائيل. يا ريت برضه تجيبوها لنا كمان بالمرة. الراجل ده شغال عنده مين؟ شغال عنده ليليان داوود. وبيستضيف مين؟ استضافت وحيد عصره وفريد ظهره اسمه حجي. وبيتكلم على مصر ومنتدى الشباب ومؤتمر الشباب. وعنده ثلاث أربع أراجوزات بيشتموا في مصر ليل ونهار. يعني بصرف النظر. لكن فيه خطة عملها قناة العربي وقنوات الإخوان الشرق ومكملين. إيه الخطة دي؟ خطة جديدة بنكشف عنها. من القنوات الإخوانية اللي هي الشرق ومكملين والعربي، إن هم جذب وتفتيت القوة الناعمة للدولة المصرية اللي نقدر ناخده بفلوس نجيبه عندنا، زي الواد الأهبل الممثل اللي شغال عندهم، اللي نقدر نجيبه ونعمل له حلقة بفلوس ماشي. محاولة جذب وتفتيت القوة الناعمة من خلال هذه القنوات دي خطة جاري تنفيذها الآن. فوجئت إن آدي اللوجو بتاع قناة العربي، الناس اللي مش عارفة تعرف، هذه القناة قناة إسرائيلية بيملكها إسرائيلي اسمه عزمي بشارة. خشوا على جوجل واكتبوا، أنا ما بلفش، هذه القناة قناة إسرائيلية شغالة فيها مين؟ ليليان داوود اللي احنا طردناها واحنا بنتطهر إعلاميا. قابلت مين؟ قابلت عصام حجي. والنهاردة المشكلة اني لقيت برومو لحلقة للفنان المحبوب، فنان الشعبي التاريخي بتاعنا أحمد عدوية. أحمد عدوية في قناة العربي بطلوه ده واسمعوه ده. احمد عدوية انا قعدت اقول لزمايلي مش معقول، مش ممكن، جابوا لي البرومو بتاع الحلقه اهو. ادي الفنان احمد عدوية، فنان الشعب محبوب، قوه ناعمه، شاء من شاء وابى من ابى، هذا الرجل محبوب اهو، حلقه كامله مع مين؟ في قناه العربي. انا بقول وبحذر وبنبه الناس المخلصه الوطنيه اللي ربما مش عارفين، بقول لنقيب المهن التمثيليه والغناء والموسيقيين، يا خلوا بالكم من قوتنا الناعمه، القوه الناعمه لمصر للمطربين والفنانين وما شابه، دول امانه المفروض ننبه الناس. ما يجيش اي واحد وكيل من بره اعلاني ولا اعلامي ياخد تسجيل من هؤلاء ويتذاع عند هذه القنوات. انتبهوا،
انتبهوا لهذه الخطة الإخوانية لمحاولة تفتيت القوة الناعمة من خلال استضافتهم على قنواتهم. وأنا بفتكر الأستاذ سليمان جودة وبقول لما راح قناة مكملين ولا قناة الشرق بقول تاني إنه هؤلاء هذه القنوات بتاخد شرعية من وجودنا عندهم. أرجوكم احذروا. معايا للتعليق على وجود الفنان عدوية على قناة العربي الأستاذ كريم حمدي مدير أعمال الفنان أحمد عدوية. أهلا بيك يا أستاذ كريم. أهلا بيك يا فندم. إزاي حضرتك يا أستاذ نشأت؟ أهلا بيك أهلا بيك. أنت شفت البرومو اللي موجود على قناة العربي؟ والله يا فندم أنا شفت البرومو وشفت، أنا أساسا كنت موجود في تصوير الحلقة، لكن أنا عندي تفسير للصورة اللي حصلة ديت. أولا احنا نجهل تماما في بداية ان احنا ناخد تصوير البرنامج ده ان ده على التلفزيون العربي، تمام، ونجهل تماما مين هو عزمي بشارة. ده اول حاجة. ثانيا الدعوة جاية لنا من لبنان، تمام، لاستضافة الفنان مروان خوري للأستاذ أحمد عدوية في برنامج اسمه طرب، ومعاه ضيفة في الحلقة لورا خليل، فنانة لبنانية شعبية، حد جميل جدا. لكن ان احنا نعرف ان دي التلفزيون العربي او دي تخص عزمي بشارة او تخص اي جهة احنا ما يشرفناش ان احنا نعرفها، دي احنا كنا نجهلها تماما. زائد ان الاستاذ احمد عدوية ملوش اي توجهات سياسية من اي نوع. صحيح صحيح. الأستاذ أحمد عدوية قلبا وقالبا ضد أي شخص أو جهة تمس مصر أو تمس رئيس مصر أو تمس الشعب المصري. أستاذ كريم حمدي كلامك محترم جدا وواضح جدا، وأنا بشكرك جدا على هذه الصراحة. كنا زي ما قال كريم كنا نجهل أنها قناة العربي، وكنا نجهل أنها قناة مملوكة لعزم بشارة. ليس لأحمد عدوية أي توجهات سياسية إلا أنه مصري قلبا وقالبا مع الدولة المصرية. أنا يا أستاذ كريم بشكرك وبقول يا ريت الفنان عدوية يطلع بيان يتبرأ فيه من هذا ويوضح هذا الكلام، لأنه رصيده عند الشعب المصري كبير. يا فندم ده في أقرب وقت وفي أقرب فرصة إن شاء الله ده هيحصل بإذن الله. شكرا أستاذ كريم، أنا بشكرك جدا على هذا الأمر. وأعيد تاني لكل الناس الفنانين أرجوكم والصحفيين والإعلاميين، الراجل واضح والله بيقول إحنا مش عارفين، لكن العيب على اللي بيعرف يروح، العيب على اللي بيعرف يروح. كل واحد، أنا بقول للفنانين وبقول للإعلاميين انتبهوا، وبقول للي راح اختشى على دمك. بس تدمير 10 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود الغربية. حرس الحدود والقوات الجوية والمخابرات الحربية والاستطلاع الحمد لله نجحوا في تتبع 10 سيارات دفع رباعي محملة بالكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود الغربية. عاشت القوات المسلحة المصرية دائما على فكرة، وزي الرئيس ما قال بشكل واضح بيعلن إحباط عمل إرهابي استهدف خطوط الملاحة البحرية الدولية، بتصعد ربما إيران وبيصعد الحوثيين وبيصعد حزب الله. لكن التحالف العربي أعلن عن إحباط عملية إرهابية وشيكة لاستهداف خطوط الملاحة البحرية الدولية بالبحر الأحمر اللي هو مدخل قناة السويس بالمناسبة، وده أمن قومي مصري بامتياز. أمن قومي مصري بامتياز. بفكر الناس اللي كانوا بيسألوا انتوا جايبين مسترال ليه؟ انتوا جايبين حاملات طائرات ليه؟ بقول لهم يا ايها المتسائلون، الدولة المصرية جابت المسترال عشان اللي بيحصل النهاردة. عندي المسترال عبد الناصر والمسترال السادات، واحدة موجودة في البحر الاحمر عشان الملاحة في قناة السويس، واحدة موجودة في البحر المتوسط لحماية آبار الغاز الموجودة في المياه العميقة اللي تركيا بتحاول تتحرش بها هناك. وبقول تاني مصر ما بتحطش مليم أو ما بتجيبش سلاح إلا لغرض استراتيجي، وكله بيبان أدي النهاردة في محاولة وتم إفشالها في مدخل قناة السويس. وزير الداخلية البحريني بيقول إيران وراء العمليات الإرهابية في البلاد، والبحرين اعلنت ان في عمل ارهابي بيستهدف انبوب النفط قرب قريه بوري بتوجيه مباشر من ايران. وبيقول محاوله تفجير انبوب النفط السعودي ده خالد بن احمد البحريني
هو تصعيد إيراني خطير هدفه ترويع المواطنين والإضرار بصناعة النفط في العالم. لذلك السعودية حالا أعلنت إيقاف مد البحرين أو ضخ البحرين بالنفط علشان خاطر هذه المحاولات لإحراق المنطقة عن طريق تفجير أنابيب النفط. السعودية أعلنت منذ قليل إيقاف ضخ النفط إلى البحرين. النهاردة بيمر 13 عام على ذكرى رحيل الشهيد ياسر عرفات. كان في مهرجان لإحياء ذكرى أبو عمار، وكان يعني حشود غير مسبوقة في قطاع غزة، وتحدث كل الزعمات الموجودة عن هذا الإطار. تحدث محمود عباس وقال إنه الرئيس ترامب والقوى الدولية من أجل التوصل لاتفاق سلام بنعمل معهم لذلك. النائب عضو المجلس التشريعي وزعيم طيار الإصلاح في فتح محمد دحلان قال إنه هذا الطوفان البشري اللي ملأ ساحة كتيبة الشهداء وفاء لذكرى الشهيد الخالد ياسر عرفات دعما لمسيرة المصالحة المجتمعية والوطنية، إنما يؤكد دعم جماهيرنا الوفية لشهدائنا الأبرار ودعمهم للشراكة الوطنية والوحدة الوطنية التي أوصانا بها الشهيد الرمز ياسر عرفات. محبتي لكم ووفائي وعهدي بأن نواصل مسيرة الوحدة ومسيرة التحرر الوطني، وأن نظل عونا وسندا لكم في مشروعنا الكفاحي العادل. ياسر عرفات. جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية. أسفل فلسطين، أطفال فلسطين، ما بنسوش، ما حداش بينسى فلسطين ولا حدا بينسى القدس يا أخوان. وباسم الشعب، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، نحن عندما وقعنا هذا الاتفاق في أوسلو، إذا كان في أي واحد فيكم عنده اعتراض، أنا عندي 100 اعتراض جنبي. إما أسيرا أو إما فريضا وإما قتيلا، لا أنا بقول لهم شهيدا 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 شهيدا. رحم الله الزعيم ياسر عرفات. وأعود إلى الأحداث المحلية. عندي الرقابة الإدارية نجحت اليوم في ضبط نص طن مشغولات ذهبية كان مجموعة بتحاول إدخالها البلاد بشكل غير مشروع عبر مطار القاهرة الدولي. والرقابة الإدارية تحية لرجال الرقابة الإدارية. ومباحث الجيزة أخيرا ضبطت الشيخ الحفناوي. مين الشيخ الحفناوي ده؟ كان راجل نصاب بيعمل أعمال وحجبة لشخصيات سياسية كبيرة جدا سابقة، عايزين يرجعوا المشهد السياسي تاني. النهاردة المباحث الجيزة ضبطت الشيخ الحفناوي واعترف ان هو بيعمل حجيبة للسياسيين، وهو متخصص سياسة وبيقرأ الفنجان وقول لك لجلب الحبيب ونيل رضا الأسياد والفوز في الانتخابات. والله حاجة تجنن. تقاليد جامعة القاهرة في على المحك. المونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام كان مؤجر قاعة في جامعة القاهرة، ورأينا ما يسيء إلى جامعة القاهرة وتقاليدها. عثمان الدكتور محمد عثمان الخشت اللي هو رئيس جامعة القاهرة بيقول أنا كنت في مؤتمر الشباب ما أعرفش والموضوع ده قديم. لا يا دكتور، المفروض كنت حضرتك تلغي هذا الكلام لأنه لا يليق بتقاليد جامعة القاهرة ما جرى في هذا المونديال. نقطة، مش هجيب صور للي حصل لأنه عيب. مونديال ايه؟ مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام ايه؟ إعلام ايه وكل الناس كانت مصر كلها في شرم الشيخ؟ يعني احنا بنتكلم، هو هي مش عايز اتكلم اقول سبوبة ومش سبوبة، لكن عيب جامعة القاهرة تخش طرف في هذا الموضوع. عندي سريعا مساعد وزير التموين قال تصريح صادم بالنسبة لي. اسمه إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، كان في مؤتمر بيقول مساعد الوزير فشلنا في ضبط الأسواق. فشلنا، ما احنا بنشتغل ايه؟
فشلنا في ضبط الأسواق. وكمان بيقول إنه تحتل مصر المرتبة 212 على مستوى العالم في التصنيف العالمي للتجارة الداخلية، لأن 90% من التجارة في مصر عشوائية. أنا بسأل وبقول 212 على مستوى العالم، أمال إحنا بنشتغل إيه؟ 212 على مستوى العالم 90% عشوائية، إحنا شغلتنا إيه؟ أنا أعتقد إن هذا التصريح لابد إن يكون ليه رد، وهخصص له بكرة حاجة إن شاء الله. معايا الوقت خلص، معايا الدكتور رئيس جامعة القاهرة الدكتور الخشت. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. يا فندم إحنا خايفين على جامعة القاهرة وبنحبها وبنحترمها. ولا حضرتك ما تخافش. احنا حضرتك بتقول لي الكلام ده بمناسبه مونديال القاهره يا فندم وما جرى في هذا المؤتمر ده. لا طبعا عندك حق طبعا. انا مكسوف اعرضها عندي في البرنامج يا فندم. لا ما تعرضش، هقول لك انا كلامك بصراحه. اتفضل يا فندم. انا فوجئت وانا في المنتدى العالمي للشباب قبل الاحتفاليه دي بساعات ان هم بيبلغوني ان في جهه هي اتحاد المنتجين العرب موجودة في قاعة الاحتفالات تاني يوم. فأنا قلت لهم إزاي ده يحصل، ولومتهم لوم شديد، قلت لهم أنا معرفش والمفروض كان الموضوع يتعرض عليا. فقالوا لي إن إدارة الجامعة السابقة تعاقدت على هذا الأمر في شهر 5 اللي فات في مايو، فبالتالي التعاقد إحنا ملتزمين بيه. أنا في الحقيقة معرفش الجهة دي على الإطلاق وليس لدي عنها أي معلومات، فأكدت على الزملاء على ان جامعه القاهره لها تقاليدها وليها احترامها، فهم بلغوني ان بعض الوزراء الاعلام العرب موجودين وبعض الفنانين الكبار. خلاص يعني قلت لهم طالما احنا الجامعه ملتزمه بتعاقد من شهر 5 انا ما عنديش مشكله، بس بعد كده لو سمحتم ما فيش اي حاجه تحدث الا بموافقتي المباشره. مش المفروض يكون في قواعد يا دكتور؟ يا دكتور يعني في قواعد لتقاليد جامعه القاهره، مين يخش ومين ما يخشش؟ طبعا. فأنا جاي في حضرتك في الكلام. اتفضل. الكلام أنا بحكي لك بشفافية شديدة جدا. تمام يا فندم، أقدر هذا يا فندم. وأخذت تطمينات طبعا. وفي نفس الوقت أنا كنت أصدرت تعليمات بأن مفيش أي حاجة تحصل من هذا القبيل، ولا يفاجئوني بأي تعاقد قديم بهذا الشأن، لأن إحنا في إدارة جديدة. المهم أنا فوجئت النهاردة طبعا ببعض الصور اللي تم تشيرها على موقع التواصل الاجتماعي. في الحقيقة أنا شعرت باستياء شديد جدا، وخاصة ان بعض المدعوين بيتكلم على انه سعيد بتكريمه في جامعة القاهرة، فحسيت ان هنا في مغالطة شديدة جدا. بالظبط، لان المكان ده مجرد مكان فيه جهة فنية اجرته، لكن مش معنى كده ان جامعة القاهرة هي اللي بتتولى الحدث او هي اللي بتعزم الناس او هي اللي بتنظم. صحيح. جامعة القاهرة مش مسؤولة عن الحدث في حد ذاته. فانا بالتالي يعني اصدرت قرار بعدم تأجيل قاعة الاحتفالات الكبرى. يا ريت يا دكتور، يا ريت سعاده رئيس الجامعه، يا ريت نطلع بيان نوضح فيه الكلام ده، لانه البيان للناس هيسد ذرائع كتير جدا. انا بشكرك حقيقي جدا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعه القاهره على هذه الصراحه وهذه الموضوعيه، واتمنى ان تصدر الجامعه بيانا يوضح الامر القاسي والداني. شكرا لحضرتك، انتهى وقت تماما، لا يسعني الا ان اشكركم، اشوفكم بكره على خير.